أولا نبارك لشعب كردستان وفخامة الرئيس مسعود برزاني أبطال كردستان والشهداء الذين ضحوا بأنفسهم بانتصارات اللي حققتها كردستان منذ سنين وإلى هذا اليوم هي رسالة لجميع الشعوب العالمية بأن كردستان هي دولة. الانتخابات عندما حصلت والاستفتاء عندما الشعب صوت والانتخابات أول حزب ديمقراطي كردستاني يفوز في الانتخابات على مستوى العراق وليس كتل من كل الأحزاب هي تتحالف مع ائتلاف ولم تحصل أي تشكيل حكومة بدون موافقة فخامة الرئيس مسعود برزاني القائد العظيم الذي حافظ على شرف العرب وحافظ على الديانات وحافظ على الكرامة. وفي هذه المناسبة أوجه رسالتي أنه الأيام القادمة ستكون أيام خير وبركة على كردستان والأيام القادمة ستكون كردستان دولة حرة. الشيخ مزاحم الحويت المتحدث الرسمي باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها.